بنعمل لكم فيديو جدا قوي. هو الناس ده اللي هي مره متحمس يا جماعه. Hey guys. نور ماري يحضر لفيديوهات جديدة مع الشلة بدبي، من بينهم غيث مروان وإسلام أفرو، فشارك الستوريهات ليحمس متابعينه لما هو قادم على يوتيوب. ليك شو عامل لحتى ساوي ستنت لحتى بلش كل مقطع، لأنه في مقطع رح يكون رهيب رح بلشه بلوه. ما رح أحكيكم والله شو فكرته، بقلكم ليش، بس اليوم العصر بقلكم إيش صار. فيديو والله انت رح فين؟ تعال من هنا. من هنا نعمل لكم فيديو جدا قوي. هو الناس ده اللي هي فكرة. هو في ناس تانيين بس هتعرفوا مين عشان ما يعرفوش هم. اختفاء يارا عزيز مؤخرا من على السوشيال ميديا خلى الجمهور يتساءل عن السبب، وكشفت بستوري انها عم تمرق بكتير قصص رح تكشف عنها قريبا، وواصلت بي هلأ مو جاهزة اني احكي شي، مختفية شوي بس صير احسن رح ارجع لكم. أنس الشايب شكر متابعينه على تفاعلهم على آخر فيديوهين نزلهم على قناته على يوتيوب من بعد انقطاع دام شهرين، وعلق بي الحمد لله حبايبي شكرا كتير لإلكم، بعد غياب شهرين عن قناتي نزل فيديوهين جداد وطلعوا ترند وكسروا اليوتيوب. وليد مقداد شارك هالستوري من بعد عرسه وشارك سكرين شوت لمشاهدات ستوريهاته يوم العرس واللي تخطط حاجز المليون مشاهدة، وشكر المتابعين على هالتفاعل. من بعد ما اختفت لعدة أسابيع ها هي اليوم رجعت من جديد لعالم اليوتيوب، فشاركت آياتي هالصورة وستوريهات على حسابها على انستغرام. Hey guys وحشتوني. حسن صلي تقريبا سنة ما نزلت أي شيء على الانستغرام أو على اليوتيوب. زي ما انتوا عارفين كان عندي عملية خلع ضرس العق، فبسبب عملية تعبت وكمان أشياء ثانية فتعبت جامد، لكن الحمد لله أنا الآن أحسن ومتحمسة أن أنزل لكم الفيديوهات الجديدة على اليوتيوب والإنستغرام، وشكرا لكل الناس اللي سألوا عني واطمنوا علي، من جد أحبكم. سارة مختفية من قبل فترة طويلة من على يوتيوب حيث ما عم بتنزل عقناتها، فببوكس أسئلة وأجوبة على إنستغرام أجابت على متابعة بخصوص عودتها ليوتيوب، وأجابت سارة بي كتير متضايقة جد على هذا الموضوع، أنا حابة أعرف إذا أنتوا جد بدكم أرجع أنزل حتى لو في احتمالية أقطع فجأة. هايلا تي في شاركت ستوريهات وثقت فيها لقائها بعائلة تالين تيوب، وكشفوا أنهم عم بيحضروا لمفاجآت جديدة مع بعض. تلقبوا مفاجأة حلوة. يعني شيء واو، ما عم نضحك. توني عم بيحمس المتابعين ليوم 24/8 واللي يطابق مناسبة عيد زواجه من كريس. خيال بوعدكم يمكن بأكتر فيديو رومانسي ممكن تكونوا مشاهدينه على يوتيوب، وبأكتر فيديو يعني فيه حب. رجع أبو فلة من جديد ليوتيوب وعم يستعد لتحضير فيديوهات خطيرة رح تكتسح ترند اليوتيوب. مرة متحمس يا جماعة، من زمان على اليوتيوب قاطع من فترة يا جماعة، أنا آسف والآن لازم إني أدخل بالترند أدمر الترند. أما مريم فواجهت بعض التعليقات لأزعجتها بخصوص اللذغة بطريقة كلامها بستوريهان على إنستغرام، كتبت من خلالهم في بعض منكم مستغرب إنه شلون أنا عندي لذغة بحرف السين وليش تمي يصير أعوج، يا معودين أنا عندي لدغة من أني صغيرة يعني ما أقدر ألفظ هذا الحرف، أتمنى تراعون مشاعر غيركم لأن أكل بعض ما أخذ الموضوع للضحك والسخرية. احتفل أسامة مع أصدقائه ببيته بدبي بمناسبة توثيق حسابه على إنستغرام، وكان من بينهم شيرو أنس الشايب، وهي كانت الكيكة اللي مطبوع عليها صورته ومزينة بشعار إنستغرام والعلامة الزرقاء وشعار يوتيوب. نارين بيوتي واصلت فقرة الأسئلة على ستوري انستغرام بسؤالين جداد، كان الأول أنك مخطوبة، وأجابت نارين بالسخرية خليني أعمل أول شيء أظافري بعدين بنخطب، والسؤال الثاني كان بتحبي، وأجابت إيه بحبكم وبحب أهلي وبحب شغلي، والسؤال الأخير كان أغنيتك أرتاح أخذتيها من أجنبي، وأجابت نارين بكل صراحة وكتبت يس حبيت اللحن وبصراحة حبيت أني اشتغلت عليه وفخورة فيه.